رمضان لاني مره جيعانه. فجاه رميسة قررت انها تسوي عزيمه اونلاين في سناب شات وغيض خيمه. او ماي جاد. وحازم في صحباتي المشاهير ايش اسوي؟ يا رب سلم. حتى ما باشرت اننا بمشروباتنا اللي احنا جينا. يا كلب صيتيني يا حيوان. هاي جايز واهلا بيكم في حلقه جديده في قناه انا بيكم. طبعا دوبي صاحي من النوم ما يحتاج يعني اقول لكم اكيد حذرتوا كلكم من وجهي المفقع. قبل ما نبدا اي شيء في الحلقه اول شيء فقره اكل. ميته من الجوع نمت امس من غير ما اكل ولا شيء. ابغى اكل اخواتي. لا تنسوا تسوي سبسكرايب ولايك وشير ويلا بسرعه بسرعه على الحلقه عشان ما نموت. طبعا حرفيا في هذه الحلقه ما اعرف ايش ابغى اطبخ. بس شفت ايش جمبري مجمد فقاعده افكر اني ابغى اسوي ساندويتشز كذا جمبري هذولاك الصغار اللي كذا حلوين. فما اعرف ايش الخلطه ولا ايش يستخدموا الناس فحرتجل زي ما مخي يقول لي. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. اول شيء حسويه هو اخرج الجمبري. بس احاول اسوي شيء خفيف سريع علشان ما ابدا التهم الناس. الكروانه الناس يغسلوا الجمبري ولا ما يغسلوا؟ نقط على زينة رمضان. نقط على زينة رمضان. اوكي غسلت الجمبري كتكوت ونظيف وحلو. قلبي مو مديني على طول اغمسه في البيض والهذا. احس انه لازم اسوي فيه شيء بهارات او حط البهارات في اللبس حقه اللي من برا في الغلاف. شوية ملح في هذه الاشياء لقيتها حرفيا ما ادري ايش طعمها ولا هل هي كويسة او لا. بودرة ثوم. واو ثوم ثوم ما يمزح. واو ريحته مرة قوية. ريحتها اقوى من الثوم نفسه. رقائق البصل. الله مره شكلها حلو. الله ريحتها كشنه ريحه طبخه. حط شويه كمون. يا رب ما اتحمس واخرب الطبخه دي. انا احب مره كمون مع الجمبري. طيب شوفوا انا ما احب الحار بس نفسي تراودني اني اخليه شويه سبايسي. يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار. خلاص قلب 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 قلب. نخلطه كويس بقى عشان عاوزين ايه يكون بالتساوي. واضح ان الدقيق اكتر من كل المكونات. بس ابغى ازيد رقائق بصل. ملكة الزيادة والله. حس نفقس البيضة اختصارا للمواضيع. ليه كده سويتي؟ واضح عندك من جيعانة وبدور على اي اختصار. نسوي كده. ليه بس دقيق؟ ليه ما في بقسماط؟ مرة جيعانة عليني افكر. فين اشياء خبيث مو قاعد يصور. قولي والله ترى كنت حبكي وحفسخ لاني مره جيعانه ما اقدر اتحمل اي كذا شيء. افكر افتح مطعم. اللي ما اعرف حتى المطعم يعني ايش بيكون. ايطالي امريكي مصري بس كذا مطعم فيه له كل الاكلات الحلوه. ما يهم ايش اصلا في النهايه كلنا بشر. اوكي هو كلنا اكل. كنسي المشروع. اخر حبه اخر حبه. احس ان عشان ما سويته دقيق بعدين بقسماط صار الجمبري كذا عريان يعني باين لحمه مو كذا مغطى ملبس. والله بيطلع لذيذ. الله الريحه. البصل بدا ينقلي قاعد يصير في بصل مقلي مع الجمبري مره قاعد يكون شكله حلو. شوفوا للامانه شكله ما يبشر بالخير بس ان شاء الله ايش الطعام يعوض شعاري الابدي. بعلقه في المطعم. منونة الفنانة الخارقة أحسن أخت في العالم. معاكي مطعم مرومة للزوزة. حابة أخذ طلباتك. إيش عندكم في المنيو؟ طلب واحد ساندويتش جمبري. تبي ولا ما تبي؟ لا خلاص شكرا. لو سمحتي بلا قلة أدب تبغي عندنا كاتشب. لا. خردل. أيوه. مايونيز. أيوه. هو في رانش بس يا ريت تقولي لا لأنه مرة قليل. لا لا لو سمحتوا ما عندك شطة. شطة؟ دقيقة طيب. عندنا الشطة العادية مرة نقطة ويا ريت تقولي ما تبغي. وعندنا صومطرة فيه شوية يكفي. شوية صومطرة. بالنسبة للخضار اللي جوة الساندويتش حابين نقتصد علشان الحجر الصحي زي ما انت عارفة. في تبولة. حابة تبولة؟ حابة تبولة. الطلب يجي بعد قديش؟ الطلب بيتصل عليك انت تيجي. اوكي. حاول نقتصد يا جماعة نقتصد الدنيا كورونا. جمبري. نحاول ما نكتر خردل عشان لا يغطي على طعم ال ولا خلينا نكتر. اقسم بالله انه مرة حلو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مودودة الكتكوتة؟ ايوه. معاكي مطعم مرومة للزوزة حابة اخذ طلباتك. كاتشب؟ ايوه. ده خردل؟ شوية. ده مايونيز؟ ايوه. رنش؟ ايه شطة او سومطرة؟ لا. ما عندناش خضار عشان الحجر عندنا تبولة. عايزة تبولة؟ شوية تبولة. دحين انا ليه قاعد اسوي سندوتشات ومقبل الساندوتش حقي؟ وانا اللي ميتة جوع؟ قمة قلة الادب. شفتوا الايثار. هي قالت شوية تبولة. سويت لها شجرة. انا حبي. خلي الايثار ينفعني. ما شاء الله ما شاء الله للمنظر والحطة يعني 10 من 10. طيب اول انه انا اوفر جيعانة. حطيت فيديو بصل، رقائق بصل.
فرحتي؟ yes. انا كنت ببرر لك ليه هو شكله كله محروق. احب البصل. عادي ادي نكهه. مواد انت اللي ما تحب البصل؟ ايوه. هتحب البصل اليوم بليز. يلا واحد اثنين ثلاثة. هذا بس ابوها يعجبني. والله لما انحرق هذا قدام احساس انه مدخن. اوكي. لما بدات ادخل جوا مع الصوصات والاشياء. يعني التبولة عاملة عماية. اذا تبغوا زيادة هنا في جمبري زيادة. عيونك طاحت بالساندويتش. والله باكل وانا اتفرج مسلسلي معليش مرة لذيذ علي اني اكل بس كذا. اشوفكم ان شاء الله بعد ما اخلص فرجة واكل. باي. انا مره متورطه ومره متوتره لانه فجاه رميزه قررت انها تسوي عزيمه اونلاين في سناب شات. اليكم قراري الاخير، قررت انه اسوي عزيمه اونلاينيه في سناب شات وحازم فيه صحباتي المشاهير. فانا قلت اوكي خليني اخلص التصوير وعادي يعني اكمل معاهم. احط لي ايش كذا حمره وكم لبس المرتب اهو وادخل معاهم 5 دقائق واطلع. طلعت الهرجه مو كذا. من شروطها انك ما تدخلي العزيمه الا وانت كاشخه. يا بنات لو تشوفوا الفستان اللي طلعته ايش اسوي؟ ما عندي ولا شيء البسه ولا ادري ايش ابغى اسوي ميك اب ولا شيء، بس يا رب سلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. طب هل نبدا بالمكياج ولا نبدا بمين؟ كيف حبدا بالمكياج وانا ما اعرف ايش هلبس لون؟ هولي شيت. منك لله يا رميسة. رحلة البحث عن ثياب، الرحلة التي لا تنتهي. اوه ماي جاد. اوكي الاستنتاج انه حرفيا ما عندي لبس، عندي فساتين زواجات. لازم تلبسي لنا اطلق فستان عندك. ريلي نيجا. الله خلاص عرفت شكل حلبس ده. هي قالت ان العزيمة الساعة 10 ودحين الساعة 9:30. طب انا عندي فكرة، حقول انه اللبس كذا يعني هادي وناعم والوانه باردة. طب ميك اب خفيف يمشي يتماشى مع ملابسي. والله يا جماعة كمية الميك اب اللي حطيته في الحجر أكثر من السنة اللي فاتت كلها. أنوار خفيفة، ألوان هيكا، وأها حاطت لكم شوية لميه عشان لا تقولوا إني ما تشيكت. ترتر ولا مو ترتر؟ ترتر. الأيلاينر أشوفه قبلك. ها كده شايفته؟ أوكي صحباتي والله حتى كده كتير عليكم. ترى. النقطة الثانية إنك لازم تكوني قاعدة في مجلس بيتكم، حاطة قدامك مثلا فواكه، موية، عشان يعني عيب لازم تتضيفي. فانت حطي ضيافتك الله يبارك فيك، وغير كذا تكوني في المجلس، ممنوع من غرفتك، ممنوع. مرة ما حنزل المجلس ازعد انا وهم، فحجيب المجلس لغرفتي. كيف ما ادري بس هحاول دحين اخترع جلسة، ما ادري حجيب طاولة واشياء وحفلة من انه انا هنا جلستي. حجيب هذيك المدينة من هنا وحاخذ كرسي التسريحة وحطه هنا واسوي كذا قال لك انه هذا جلسة. لو سمحت ممكن اخذ طاولتك؟ شكرا. نضيف شوية مناظر طبيعية. الله هذه الجلسة وهذه الزينة، هنا الطاولة، دحين نحط لكم قهوة وحركات. ولازم اسوي قهوة. او ماي جاد بقي 5 دقائق وانا باقي ما لبست. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، يما صارت الساعة 10 وانا باقي. هاي هلا بيكو عندي قهوة كاشخين فزري. انا بعبايه اللعبة عجبتني. نلعب في الجامعة. امس كشخت لانه والله امس كشخت. يلا بروح بسرعه. ندمتوا انكم ما سويتوه لما انحبستوا، قلتوا ليتنا سويناه. اني ما طلعت البحر. ايش هو؟ اذا بنتكلم عن الاستفادات يا جماعه انا ندمت على كل مره احد يقول لي امشي نطلع، انا اكثر واحده اقول ما ابغى مالي خلق، شيء اسمه مالي خلق هذا نسيته. بس ندمت على كل خرجه طلعت فيها وقلت انا برجع الرياض بس اجل كل يوم اقول بكره ارجع بكره لين قفلوا الطيران. والله شو اقول لك الصدق، ليتني يا حبيبتي سافرت مصر وبعدين انحجرت بس ابو علي. بيكو يلا دوري. انا بيكو رحنا البحر هذاك اليوم ندمان علينا. كان حلو اسمه، كان حلو والله. ليه كنت حرانه؟ ما كان حر، كان عادي. الحين ندمتوا ها بنات؟ نتعلم من هذا الدرس انه لا تؤجل امل اليوم الى الغد. يلا وفاء ابدأ. يلا وفاء حتطربنا طبعا. وفاء وبسالك وش منك جاني بالمقابل شنو جاني وياك تفكر قليل. حيوانة بيكم قليل والله. كملها؟ أنا بنصدق. رميسة لا لا تعالي تعالي اسمع بدي الحركات. قالك ايه يا راعي العزيمة؟ قلت لي تجيبي عبايتي عشان اللي مين قد العزيمة حتى ما باشرت إن أنا بمشروبة.
مناسباتنا اللي احنا جينا، ما قلت يا جماعه تفضلوا من من الساعه 7 وانا اتي مكياج واحط اي نينار، طلعت كعب، طلعت ذهب، هي ما تصلح ذا الخبر من عسى كيف انتي. هاي جايز، اهلا بكم في ممكن تسكتي؟ اهلا بكم في الملحق منال استوديو، رحبوا معنا بمنال. ويلكم جايز، فيديو اليوم حيكون تور في استوديو تصميمي. ما حد مهتم حرفيا، دحين احنا هنا فوق نسوي شيء مره طلبتوه مره كثير. اغلب الكومنتات حقت الاقتراحات كانت تقول سووا خيمه، سووا خيمه، فايش حسوي؟ هنطبخ لكم كوكيز. ما حد فيه صدى؟ ها ها ها، بعدين عادي خليه مشدودي 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 فوق 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 فوق. انا ما عجبني كلام الخياطات هذا، ايش دخل؟ تقلب الحلقه الى تصميم موديل خيمه في المنزل، خسره مو لازم متوازيه، ما حد متلت متلت. بنسوي ثيم ازرقيات وذهبيات عشان زي ثيم رمضان. ليه في ثيم؟ يعني كذا وكذا بنشتغل لما نسوي ثيم. الله، عندنا كلف، عندنا شرايط، هذه يعني مره غاليه. اختار هذا الازرق، هذا الذهبي، الذهبي عشان رمضان صح، حتى انا حسيته كذا ملمع وكذا ملفوف زي الاشياء اللي تكون في الجلابيات. ثيم ثيم، هذا ايش نسوي؟ عشان انا التناتيش هذا بالله ترى احنقط على يدي وانحرقت. والله ذهب، يبغى لك تأمين حياة انت. بالله شوفوا بعد ما ارتبطت. الصراحة ابي احب وانحب. واستاذة منال قاعدة من جدة تثبت القماش، قلت بدل ما نسرج نثبتها بالدباء. Hold it. واو، شوف ايش لابسه في يدك. او ماي جاد، خياطه اكسسوارز. منال ترى سويتي خيمه حقيقيه حقت البر. سويت خيمه حقيقيه حقت البر. ما حد يديني وجه. لو رفعت كذا اساعد ولا؟ ليش انا في دبوس في وسط الخيمه ما لي ام وداعي؟ تخيل دحين اشيله كل الخيمه تطيح. والضحك وبخش انام. اسمع ترى بسم الله. او ماي جاد، رمضان. اسمع، لبسي الملكان بس. لا الملكان بنديها خلاص. ما هخليها. لا جلابية رمضان كسرات. بقي تركبي لها ايادي وتخليها ماسكه دله. اوه جاني موديل ثاني. منال هذه الحلقه مو حلقه موديلات. طيب الله اكبر، شوفي كذا في اللي فاهمه عند الكتف واو. ليه ما اقدر اسوي كذا في الكلاس؟ هذا قماش جديد مو مستخدم زي الباقيين، فريش. منابط طالع فيها كاننا بوث في بازار. والله محل يبيع اقمشه. تفك دقيقه، شو ولا تفك؟ امسك كذا شوي. تعبت يدي. تعبت يدك. ولي ساعه لفلف. يلا نسوي الباب، انا متحمسه. ما نسوي باب بداك الخفيف بس مو قليل. ما شاء الله هذا طرحه. الله، هذا بيت العروسه. ابغى اسوي هذا جنب. الله خليكي. طيب اوكي، كانك تبغين اقول لا. اوكي ثبتي، لو انك تعرفي ثبتي انت. خذي وثبتي، جيبي يدك. خليني ابعد لك اياه عشان يسهل عليك اخذها، احسك ما انت بروفيشنال. ترى دبابيس هنا. يا رايت دحين تظيني بالعنية. يا كلبة تصيتيني يا حيوان. سي بي سي بي حيوانة والله بالعنية. خطأ. نخلص الاسبوع الجاي ولا نفس؟ ليه اللسان ما فهمت؟ اللسان يطلع حقي لما اركز. قال لك اني حريفه فهمتي؟ اللي ايوه ما ابغى افكها، بنعيش هنا كم يوم. ننادي ماما بعدين؟ الله ايوه، نقعد نترج قهوه.
What's wrong with you? بتفرج قهوة؟ ما أنا أبدا بابي زياد. No! Are you okay? دخت. حابة نحط كريستالات؟ كريستالات؟ كا على الأطراف. حتى الوزغة قالت. جاء وقت الزينة. من اول كم مره نفسي اسوي شيء بهذه الاضاءه. عندك ورق اي 4 ابغى اقصقصها واسويها زي كذا واغريها عشان لما اشغل النور اسوي زي كذا حركات زي حق رمضان. يصير دوائر صغيره دوائر كبيره هلال هو مره قاسي. طيب اكبر دوائر في الحياه بخرج كل النور. من انا ما كنت كذا ابغى ايش اسوي؟ ها خلص ورقي خرميها. طب ايش اعطانا؟ من هذا this is so stupid والله من عندي فكره. خلص الورق خلص خلاص مالك صلاح هذه جروب. What are you doing؟ بسك في بعض لو تقفل الله يرضى عليك. ركزي حطي 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 وش ذي الحق؟ ايش عدوها العلقة؟ حطي منال 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 غبية قفلتيني. مستعدة للفن؟ لا ما راح اضحك لو خرب وما راح اضحك لو زبطت. يلا قف بس اني خاف ارقى. يلا جاهزين؟ وريني ما خبيص اللي سويناه. رب انه يجنن. تعطيني كم واحد من المية؟ انت فاهمة. خذي نفس 10 من 10. 1 2 3 ترى ويلكم لخيمتنا. زي ما انتم شايفين بعديكم تور مرة بسيط. طبعا عندنا حجر الزاوية ان شاء الله تبارك الله. عندنا معلش معلش كملي معلش. عندنا منطقة الجلوس والراحة. عندنا مفرحات. انزلي شوية طقيتي رقبتي. هذا الجدران وباب. وبابنا عنده خاصية الفتح. الله أكبر الله أكبر. خصوصية يعني ما يكمل النهاية ودالتها. بس يعني خصوصية شيء أحسن من شيء. هذه خاصية إكسكلوسيف اسمها شباصة. عندنا طبعا هنا ايوه انا من اول بستناكي تقولي شغل النور. بليز دونت. نو 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 اقول لك مره وحش هذا شيلي هذا فانوسي. ايوه اي بالله جهه اليسرى قماش مختلف او الناس اللي تعرف تصاميم منا خلاص منا بلغتي 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 خلاص طفشنا. عندنا هنا انوار عشان تعبر عن رمضان. اهم شيء رمضان. الله تبارك الله. دائما الهلال والنجمه نربطها. منا مع السلامه. مرحبا بكم. استنى على هذا جلسة عندي مفاجأة. اتحكي معاهم قبل ما اجي. هاي جايز لو حابين اي خيمة حابين تطلبوني هحط لكم للطالعي هحط لكم حسابي في انستغرام. تقدروا ترسلوا كل طلباتكم على هنا. صكي اذنك وصكي عيونك. اها وانا مرة واحدة. معقول؟ السلام عليكم. السلام عليكم. دمر الدنيا. ثواني ثواني اسرع المقص والنقطة. ريلاكس. This is dangerous. حالة طوارئ جيم. لا تجي لا تفاجئينا. قولوا ما شاء الله يا جماعة. طيب تقولي لي الوضع الجلابيات ما حد تقلي. طلبته من علي اكسبريس. مرة عندهم اشياء كثير حلوة حقت رمضان وعندي كود خصم يعني تقدر تطلبي انت اذا تبغين حبيتي تغيري هذا الخلاقين. هذا انت فصلتيه صح؟ ايوه ما يحتاج تعبي اطلبي جلابيات عندهم كل شيء. اوه My God, this is the best picture ever. حتى ده من AliExpress. كتبها. وبعض المنتجات يا أختي لو ما عجبتك عندها خاصية الإرجاع المجاني. 15 يوم ما عجبك تردي ببلاش. يعني هم يجي ياخذون من زي ما سلموا. أنا ما في أروح من هنا اللي أرسل شحناتنا. ما عجبني تعال خذ حقكم. أنت ليه طلبتي جلابية وما قلتي لي؟ يعني دقيقة أنت عارفة من أول إحنا هتصور الحلقة. بس يا جماعة. يعني جبت اللمبات على ذي الأساس. هذا كان المقصد والهدف إنه أنا بان. لا 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 انا اقول لك انا اقول انت تكوني لابسه جلابيه تطلبي انت عشان تاخذي خصم حق اول طلب. عندهم حركه انك لو طلبتي والله ما استهبل لو طلبتي اول طلب عنده خصم لوحده. احط لكم كلكم كل التفاصيل تحت في الديسكربشن. استخدم كود بي دبل اي كي او كله كبير. اطلبوا جلابيات ها وقولوا لاخواتكم يطلبوا. خلاص خلاص لا تكونوا انانيات وتطلبوا لنفسكم بس ها. I'm out of here. بنات ايوه اطلع اطلع برا اطلعي برا خيمتي. ما تنادي احد. سما وماما ومودة. لا اسمعيني اسمعيني شوف ردة فعلهم. حيقيموني؟ ادخل بالفلوس قولي له. الحين طلعت سما من تحت عشان بس اصور ردة فعلها. سما فينك؟ تعالي غمض عيونك. امشي 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 فك عيونك. واو واو امانة عجبتك؟ واو
خش جوا شوفيها. تفضلي حياتي مواضعة. شكرا تفضلي. عجبتك؟ ايش اكثر شيء عجبك فيها؟ خزينة ولا ما ادري يمكن الجلابية اللي كنت مصممها ولا ما طالعت فيها اصلا. اصلا ما كنت طالعت هنا. لانه ما همتك. انا ما همتك. شفتي انها مو مفيدة؟ ما ودي شكلها نايمة. خلاص اجلسوا كلكم الحين حجيب ماما. جبت ماما. سبرايز. شفتي الجلابية اللي صممتها؟ ايش هذا؟ كريستال. جبتنا مع هدايا. والله قلت لها نحط كريستال عشان تكون كذا. هذا كان قصدي. كريستال. والله ما كنت فاهمة. ايش اكثر شيء حلو في المحل ماما؟ انتم. طاعت للمرة المليون. انه ايه؟ قومي 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 ايش بكيا؟ مني شابكة ولا شيء، شابكة ولا شيء. الواحد خلاص لو اني معمارية كان A بلس اوفر. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنت تاي هابي تاي هابي فاك يا رب نختم هذه الحلقة. يلا واحد اثنين ثلاثة اصلي كل بسيطيس. يلا طب انت غطيتي لهذا من اول دفين وانت غطيتيها. عفوا عفوا يلا يا جماعة والله ماني قادرة أقفل الحلقة. بكذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. أتمنى لكم تكونوا مرة انبسطتوا واستمتعتوا معانا. لا تنسوا تسووا لنا فولو لحساباتنا في السوشيال ميديا. خلاص قفلت. حسابي مغلق. تقول حسابك مغلق. قولوا لنا ايش تبي تشوفوا في الحلقات الجاية واكتبوا لنا ايش رأيكم في الخيمة اللي كنتوا اللي سويناها. والله مرة تعبنا. لو سويتوا انتوا خيمة صوروها سووا لنا تاج في انستغرام عشان نشوف على ادعاءاتكم وسووا لكم لايك واكتبوا لكم في الكومنت حقتنا احلى. ما عليكم منا امسحوها في وجهي عشان نكون صادقين. عندكم لمبات من علي اكسبرس. بداية الحلقة كنت مرة جيعانة وقلت سبسكرايب لك مرة بسرعة وشكلكم سلكتولي فلا تسلكوا لي دحين. روحوا سووا سبسكرايب لايك وشير. هذا شكل السام بس يا صديقتي. كان معاكم مرام بيكم ومني.